روح المرأة الشاعرة تتألق، عنوان أمسية شعرية نظمتها وزارة شؤون المرأة بالحكومة الليبية ببنغازي. فعاليات تخللتها عديد الأبيات الشعرية التي ألقتها المشاركات وسط حضور شخصيات رفيعة المستوى، دعماً لمجهودات الوزارة في إدماج المرأة والرفع من قدرتها عبر المشاركة والتواصل المباشر. طبعاً أنا في الحكومة الليبية لمدة سنتين لم أرى أي أمسية شعرية ليومنا هذا، فأنا من أساساً من وزارة الثقافة فمتعطشة لهذه الأمسيات، وأرى إن خلال زياراتي وتواصلي مع الفنانين والشعراء والكتاب إن متعطشين لأمسيات مثل هذه، وكذلك تكون أصبوحة شعرية. فأنا كنت يعني نبن هذا المطلب إني أنا نديره ونلبيه لهم، بما إن أنا أصلاً من محبي هذه الأمسيات. بيت الكيخيا أحد أبرز معالم مدينة بنغازي اختير ليحتضن فعاليات هذه الأمسية التي برزت فيها عديد الشاعرات والأديبات من المشاركات بإلقائهن لأبيات الشعر والقصائد. أولى المشاركات كانت للكاتبة والشاعرة رحاب شنيب التي ألقت قصيدتها الشهيرة المجد للنساء. يعني احنا الان عندنا نساء رائدات خصوصا في مجال الروايه، عندنا العديد من الروايات اللي تحصلن على جوائز، في الشعر ايضا لدينا العديد من الجوائز، ونحن بحاجه الى تواجد المراه والرجل في هذا المجال لانه هو مجال مهم في بناء المجتمعات، في بناء الحس الذوقي والجمالي، في الرؤيه الكامله. هو لما نتكلم على ادب الادب هو مرتبط بالعلوم الانسانيه وبالثقافه والفكر والابداع، ونتمنى ان تتوالى مثل هذه الامسيات. نحن بحاجة إلى تنمية هذا الحس الذوقي والجمالي في الناس. بين النشاطات المتعددة الخاصة بالمرأة الليبية وأدوارها المهمة في كل المجالات الاجتماعية، إلا أن النشاط الثقافي يعتبر السمة البارزة بينهن باعتباره براحاً مفتوحاً يتيح لجميع النساء فرصة إبراز إبداعاتهن.